الطوافين النجاة يوم يوقظ بالنواصي والأقدام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من جعل الكعبة أمانا للأنام ببكة مباركا للآيات والأعلام وهي تشتاق لقائه في قلوب عباده الكرام حتى ضاقوا الأوطان والأوطان في كل عام يمشون حافين ملبين مكذبين ابتداء بسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من جعل الكعبة مجمعا لعبيده الخواص والعوام ومن عليهم باستجابة دعواتهم والتجاوز عن ذنوبهم والآثام وأنعم عليهم بنعم الأنوان وأكرمهم بدخول دار السلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان المتفضل عليهم بالجود والكرم سبحان المتعطف عليهم بالصفا والمروة وزمزم وروة رسول الله والمسجد الأقصى المعظم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد يا معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله فقد فاز من اتقى. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم يوم عظمه الله وشرفه ورفع قدره وعزته يوم الزينة والعيد يوم الفضل المزيد يوم ضيافة الرب العبيد يوم اجتماع القريب والبعيد يوم الندم والاستغفار يوم التوبة والاعتذار يوم الرجاء والعفو والغفران يوم استجابة الدعوات والرضوان يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. واعلموا أن الأضحية واجبة على الأسرار المسلمين والفقراء المسلمين الأغنياء لا على العبيد والمسافرين والفقراء. فعليكم بإقامة هذه القربة لتطهروا بها من الذنوب والآثام. يجوز الشاة عن واحد والبقرة والبعير عن سبعة فكلوا منها وأطعموا المساكين وتصدقوا بها فإن الله يجزي المتصدقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعدا ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فاصبغ فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قال بكل شعرة من الصوف حسنة. ألبسنا الله تعالى إياكم حلل عفوه وعافيته ورضوانه وأدخلنا الجنة بكرمه وامتنانه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم رحمه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة قد صلى الله العشرة. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. وقال: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطان الظاهرة على الكفرة الباغية. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء